أحب منازل الأحباب إن غابوا وإن حضروا. أحب منازل الأحباب إن غابوا. أحب منازل الأحباب إن غابوا وإن حضروا. وأسقيها دموع العين إن لم يسقها المطر.
رموش الكوارح الهلاذق يعد الشمايل عيون الريم رموش الكواحل نتلقى يا الغالي بهلاهل نتلقى يا الغالي بهلاهل نضوي شموع فرحتنا لا باب هلاذق يا الغالي مرحبا بين اهلك واحبابك هلالك يا الغالي هلالك مرحبا بين اهلك واحبابك اي 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 ابني مع نفسي ايمي ايدك على ابني اي ولك بدي اقطع لك اذنك وحملك ياها بايدك ليش معلمتي ولك انت اذنبت ذنب كبير وعقابه خطير انت متها والتهاون والتقصير ليش 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 عم تقصر بطلبات الزباين مو فاضيلهم معلمتي ليش شوفي عندك عندي زبون مدهن جاجي عم تبيض داب تصوري معلمتي تصوري قدمت له كاسة المي ناولني 10 جنيهات شرب قلت له صحتين وهنا ناولني 10 جنيهات عطس قلت له يرحمكم الله ناولني 10 جنيهات قدمت له الشاي ناولني 10 جنيهات قلت له ثانك يو ناولني 10 جنيهات يا سلام لو عنده جاجة عم تبيض ذهب مو هيك ايه اذا مانك مصدق تعي معي لفرجيك اياه ظريف شو ايه لكان وينك خليني انا اقدم له كاسة العصير بس اذا عطاكي 10 جنيهات تعطيني اياه هون ها على عيني بس اللي هو وين قاعد هداك الشاب المكوي الملمع إذا كان رايح أخذ له ياهون عوام عوام إن شاء الله ألف صحة وهنا Thank you